الفن فنك الفن فنك نحييك يا موروث داري قبل اندثارك وانت ندم جينا وراك نقصة ثاري نكفر جبال وسحن ويم نكفر جبال وسحن. الفن فنك الفن فنك. حياكم الله مشاهدينا الكرام. حقيقة نحن مستمتعين مع الوالد ظلام وأيضا في تراثنا وموروثنا معه. الله يعطيك العافية أبوي. تفضل. بارك الله فيك. وياك. أبا أسألك عن فن الزمر. كان سابقا ضنك ولاية ضنك؟ كان سابقا نعم فيها زمر. فيها زمر، فيها ناس زمر. من 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 نعم. من هم الزمار اللي يزمروا؟ كان الأول حياة راشد، حياة سالمين برشيد. سالمين برشيد الله يرحمه. إي الله يرحمه. واحد يسمى حمود الموتر. حمود الموتر. إي الموتر، يعني ذيلا عاد مشهورين في الزمر. هذيلا. هذيلا مشهورين. لما ذيلا أبو يتخربط بالزمر واجدين. أها. إي ولا كان هذيلا مثلين مشهورين هم. كيف كانوا يمارسوه؟ يمارسوه كان مسوين كلام اثنين عن الزمر. مال الزمر شيء يقع معه؟ ايه يعني شيء طبول معه؟ طبول عنده شله، لكن عاد الشله احنا ما نحفظها. ما ان جاصرنا الزمر وبنقول ان حفظ شيء اداء حركي رقص، يعني الحريم شيء رقص يسوي الحريم وهم سلم يجوشه سلم يشفخوا. نعم. تسمع في الزمر 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 مشهور في ضنك. نعم. انزين هذاك الزمان، يعني لما كان الزمر كان بس في العيد ما يسوى. في العيد ما يسوى، يسوى في مواجبات العرس، مواجبات يعني الاختان، الحفلات. شايف الاختان؟ الاختان الحفلات، ما الحفلات ولا يعني بنكون رمسه خبيه كذا الروح منشان الزمر اللي يحضروا يتجمعوا ويضربوا الزمر. عاد الزمر يتقدم ويضربوا الزمر ويتراوحوا اثنين نفرين. ما حافظ شيء منهن؟ ما حافظ شيء. ما حافظ. الزمر ما لنا عالجته. زين. هرجع لك بعدك هالبرنامج مال العيد. البرنامج العيد. برنامج العيد شيء شو اسمه ركوب خيل؟ برنامج العيد قبل ابو البادي بيضربوا الاهداف. اسمه يعني شبح. شبح هي اهداف ويضربوا. ايوه. عبروا شلة الخيل وركلة الخيل. حافظنها؟ ها؟ حافظه؟ شلة الخيل؟ ايه. يعني شلوها ما ما ما, ما بقول لك حافظنها. زين. وبعدين؟ بعدين اخروا عن الخيل دار يركضوا الركاب. ركاب البوش. البوش. ايه. تسمع ما ان هذه محشومه ولا هذا مع انسان هذا انت عندك ناكه حضرته. عندك خيل حضرته. ايه. الخيول عند الاول عند يا سمسوم هنا. تسمع؟ نعم. كوم طريفيات مطريف موجودات هنا في ذا الحصن. نعم. ويخرجون ايام العيد مزينات ويركضون. وخرجوا الركاب مره الى سمسوم شيء والذي يمارس الركاب شيء. وحضرون وشلوا شلة الركاب وركضوا. بعدين عاد وقفوا من الخيل ومن الركاب ومن الشبح ومن كل شيء. داروا عاد هذه حي ليله حي ليله. ايه. ويمشوا بلين وصلوا المنيخ. نعم. صلوا المنيخ داروا عاد على العجاله. ايه. المنيخ هذا المكان اللي احنا فيه الحين. المنيخ بتوفي احنا. ايه. هو ذا المنيخ. تسمع؟ داروا سووا العجاله سووا بعدين عاد قاموا سووا على الغداء مال الغداء يقول. ايه. العصر سووا العبيد. هذه السبع الثلاث ايام على المحتسب. زين. ثلاث ايام. انزين بعدني مره ثانيه هنرجع في العياله. يقول مزن النشا. وبايج يهرك يوده. زين. مزن النشا وبايج يهرك يوده. يقول ايه هذه تراها هذه في البيض. هذه
يوم يقول يا ابو الزمجل يا كحيل العين عسكرك ما طال السهر سهر ما نام. نشيلها ذي نشيلها اربعه زين برايك نشيلها نشيل قبل نشيل قبل الموسم هذي شو اسمه اللي نشيل البيض وش تبله ودي هلال ايه وي البي وي اكتب لا ودهلال وشومين على يا ابونا يا شيل الميدول اي أيوة والله يا يا تيك تيخا يا الطرمى عليها عليها لو تسحب تسحب يا يا بلندك ويجينا ويجهلال وشوقنا على أبونا يا شيل الميدون أيوة أو يا يا تيك تيخا يا الطرمى يا علي علو يوتيسحا أبذي أبلين ديوي اليولان وتسعين من بلدنا هذه آخرتها قولها وتسعين ليلة من بلدناني مشي مشي إيه على يا الله طايا إيتي الرحمن الله الله يعطيك العافية الله يعطيك العافية الفن فنك الفن فن في خاطري سؤال بسألك فيه شو بجرب مو تعني العيالة للوالد الظلام العيالة مو تعني لك تعني العيالة هي حل عندك انت حل عندي انا ايه العيالة تعني الله طول عمرك يوم يكون يوم يكون استوى عرس عندك انت ايه ولا استوى عيالة كأنه ما استوى عرس ما استوى عرس على ان العيالة ذوق الفن ذوق الفن ذوق الفن هو هي هي ما ذوق الفن بعد العبيد احنا نسمي العبيد انتو سموه ميدان انتو هناك ايه. سموه الميدان فلكن ذوق العرس العيالة يحضر النشامة ويزخ الصف داخله يعني في قلبك انت العيالة ايه ما داخله في قلبي زي. انا كل ما داخل في قلبي غير العيالة ما تكتب شعر ما حاولت تكتب شعر فن العيالة فن العيالة ما كتب شعر ولا بدعته ها زين فلكن انا اسوي الكود ابي يقولوا بالناس احفظه ابوي قبل ما نختم برنامجنا نعم ايش تقول الرساله للشباب العيالة الحين اقول لشباب العيالة اشكر حياتهم في الفن في العيالة الذي هو في العيالة يعني بنكون مدرسة بالفن نعم اذا كان واحد ما مدرسة بالفن ويسوي كما ما كان مكان العجوز بتلاقي لك كل داختمها هذاك مو ورام الشكر ما شيء يقال الشر الذي هو عنده ذوق في العيالة أقول جزاء الله خير والله يطول بعمره ويستمروا في هذا الموروث في هذا الموروث الذي هم معني بنكون داخلين فيه نعم بارك الله فيك وهذه رسالة طيبة نوجهها للشباب يعني وأقول جزاهم الله خير بارك الله فيك وإحنا عندنا شباب هنا العيالة توعد عارفين كما تودوا ذي الاثنين ترام عارفين العيالة يعني راتعين وفاهمين راتعين عارفين والذي ما عارفينها بتلقاه حتى بالدرب ولابد من الشباب انهم يتعلموا العيالة الجيل الحين الجديد لازم يتعلم لانه هذا الناس طلعت عليه هاي العيالة ترى لو ما زينة ما دخلها زايد ما دخل يقول حتى حد من يال ابو سعيد خلف العيال ايوه يجون جزاك الله خير جزاك الله خير ابوي نحن نشكرك جزيل الشكر الله يطول عماركم وشرفتنا اليوم في البرنامج جزاكم الله خير واضفت اشياء كثيره في فن العياله فن العياله هذا فن العياله اللي ما يدوك العياله ما عنده ذوق في شيء باقي شيء ما عنده ذوق فيه صحيح العياله
كل حد يطرب له. نعم. ولو من خلق ما شاف العيالة يسمع العيالة يسمع كيو كام راسه كابوس. الله يعزه. الله يرحمه. الله يغفر له. يوم داخل نزوة. نعم نعم. كيو كام راسه يسويه. الله يرحمه. والكاسر داخلنا أنا بعد ما داخلنا حد غير. نعم. ويوم داخل حفلة داخل مسجد. نعم جزاك الله. جزاك الله خير. احنا نشكرك جزيل الشكر. جزاك الله خير. وبارك الله فيك. والله يطول في عمرك. جزاك الله خير. لا كاويناكم ولا لا ما عليه ما عليه بيطوا وجوهكم ما 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 قصروا الاخوان. جزاك الله. ونقول لك ان شاء الله بيكون لنا لقاء ثاني غير هذا اللقاء ان شاء الله. ان شاء الله حاضرين واحنا حيين. جزاك الله خير. الله يعطيك طول الله يعطيك طول العمر الكرام. قبل الختام نتمنى كل من يشاهد برنامجنا الاشتراك في القناة. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل وإلى اللقاء. فخر الوطن يطوس يا